لا هي ورعايته. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، هذه الانطلاقة بدأت وهذا شوط السات للقاية البكار، مسافتها 5 كيلومترات لأبناء القبائل. الجموع أتت والاندفاعات مستمرة، وبهذه الانطلاقة انطلاقة هذا الشوط، شوط جديد. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نعود والعود أحمد بإذن الله تعالى مع هذه الجموع وهذا الكم الهائل الذين شاركوا بهذا الشوط. ترون هذه الجموع وهذه الاندفاعات المستمرة، وثاني أيام المهرجان، المهرجان الكبير والعرس الكبير الذي يقام تحت رعاية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة الثاني، حفظه الله ورعاه وألبسه ثوب الصحة والعافية. الانطلاقة بدأت والجموع اندفعت، ولكل مجتهد نصيب، وكما قال المثل العربي الشهير: من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. الله الله، أتمنى من كل قلبي للجميع الاجتهاد، ولكل مجتهد النصيب. أيضا تشاهدون مشاهدينا ومجتمعينا الكرام شعار سعيد باللومية الاشتبي في مقدمة الشوط، شعار سيد سعيد سالم سعيد بن علي باللومية الاشتبي في مقدمة الشوط ومحتل صاحب المركز الأول. الله، أيضا الانطلاقة، الانطلاقة بدأت مع سعيد بن سالم اللومية الاجتبي، أتى ضيف من الإمارات العربية المتحدة. يا مرحبا بأشقائنا الذين أتوا للمشاركة، حاملة رقم 280 القادمة. الله، وقادمة من دولة الإمارات لكي تشارك بهذا الشوط. للسيد سالم بن سعيد سعيد بن اللومية الاجتبي في مقدمة الشوط. الله، روح 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 مع الاندفاع ومع السيطرة ومع المركز الأول. إذا القادمة في المركز الأول سعيد بن اللومية الاشتبي، والمركز الثاني الذيبة، وكوني ذئبة يا الذئبة قبل أن تأكلك الذئاب بهذا الشوط. للسيد سالم طالب بن صالح العقيل بن عقيل المري في موقع المركز الثاني، ونشاهد صاحبة المركز الثالث، نشاهد صاحبة المركز الثالث 120 عامل 120 اللي هي القادمة للسيد هزاع هزاع بن حمد المري في موقع المركز الثالث والمركز الرابع، حامد رقم 44. يا جماعة خبرونا بطولة. الله، يا بطولة للسيد بطي بن سعيد الزعبي في موقع المركز الرابع، المركز الخامس بواصل للسيد جار الله بن حمد بن سالمين المري، والمركز السابع أو السات المركز 296 اللي في موقع المركز السات الذيبة. الله، الذيبة للسيد علي بن محمد بن فطيس في موقع المركز السابع، والزميل الزميل مشارك والشاعر الشاعر والأديب مشارك بهذا الشوط. المركز الثامن حامد رقم 96 اللي هي دخول 264 اللي هي الدرعية للسيد صالح بن حسن المري في موقع المركز السابع والمركز الثامن 196 96 الغزيل، وتعود فيصل بن عبد الهادي بن نايفة اللي في موقع المركز الثامن والمركز التاسع. من هناك الشعار الأخضر يا جماعة، الشعار الأخضر
حامل رقم 339 339 عيلة للسيد خالد بن فرتاج الشمري في موقع المركز التاسع والمركز العاشر حام رقم 231 231 النادر الفيصل محمد بن علي بوليلة المري. هذه نتيجتنا للعشرة المراكز الأولى، ونعود مع الاندفاع ومع القادمة لسعيد بن لومية الجهبي في المركز الأول. الله الله يا القادمة، اندفاعتها وسيطرتها في المركز الأول، فهذا ندل على شيء، فإنما يدل على حب الجميع، حب أبناء مجلس التعاون دول الخليج العربي لبعضهم البعض. نحن أخوة وفي أرض واحدة وتحت سماء واحدة، ديننا واحد، عاداتنا واحدة، وتقاليدنا واحدة، أرضنا أرض العروبة والنسب والدين واحد. أيها الحفل الكريم، لا زالت المياسة لسعيد بن لومية الاجتبي في مقدمة الشوط ومحتل موقع الصدارة والاندفاع مع مياسة، ولكن حصل تغيير، حصل تغيير من بطولة، وبطولة أشعلت هذا الرعب إلى المياسة وحققت المركز الأول. الله الله، بطولة بطولة للسيد بطي بن سعود بن سعيد الزعبي في موقع المركز الأول. الله يا بطولة لبطي بن سعيد المري في موقع الزعبي في موقع الصدارة وفي الاندفاع بطولة، ومحتل موقع المركز الأول بطولة في مقدمة الشوط. إذا نشاهد المركز الثاني الدرعية، وتعود ملكيتها للسيد صالح بن حسن المري في موقع المركز الثاني والمركز الثالث. الله الله الله، النادرة للسيد محمد بن علي بوليلة المري، ولكن من هناك الشعار الأخضر، شعار عامر بن سعد الرفادة أو شعار محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. الله يا سلام، راعي الساعي يا جماعة، وراعي النويعس، أتى من أيضا من المملكة العربية السعودية، روعة. الله يا روعة للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، روح روح الله وياك، روح مع الاندفاع، وروح روح روح مع المركز الأول. ولكن بطولة بطولة في مقدمة الشوط، ولكن من هناك أيضا الجانب الأيمن مياسة لسعيد سعيد بن لومية الاجتبي في موقع المركز الثالث، ولكن روح مع شعار محمد بن فهيد بن بيشان العجمي اللي هي روعة. ويا أخوي يا حمد، يا أخوي يا حمد، روح روح وسط الفورمة، روح وسط الاندفاع، الله الله الله، روح وسط الكمبيوتر، روح مع الاندفاع والسيطرة اللي تقدمها روعة في مقدمة الشوط. الله للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، واللي يقوم بالعناية حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي في موقع المركز الأول، والاندفاع مستمرة في مقدمة الشوط. روح الله وياك، روح وسط الاندفاع، وإذا الاندفاع مستمرة مع روعة، والسيطرة مع روعة، والمركز الأول روعة، والشعار شعار محمد بن فهيد بن بيشان العجمي في مقدمة الشوط. ولكن الجازي، الله يلجازي للسيد سعيد بوشقلة المري في موقع المركز الثاني، ولكن جار الله بن سالمين المري أيضا واصل، وعلي بن مانع بوده واصل عجمي واصل في موقع المركز الرابع، ولكن خلونا مع روعة، خلونا مع روعة في مقدمة الشوط لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي، وهذا العرض الرائع والمتميز الذي تقدمه روعة في المركز الأول لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي في مقدمة الشوط وفي الصدارة وفي الاندفاع. إذا استمرت على هذا الأداء وهذا العرض الطيب، سلام سلام عليكم يا خالي المملكة على فوز فوز روعة في المركز الأول واندفاعتها المستمرة لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي في مقدمة الشوط. تهانينا لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي على فوز روعة في المركز الأول، المركز الثاني الجازي للسيد سعيد بوشقلة المري، والمركز الثالث علي بن محمد بن عريج المري، والمركز الرابع لعلي بن مانع العجمي، والمركز الخامس جار الله بن سالمين، والمركز السادس والسابع والثامن والتاسع. نتركهن إلى خط النهاية، لجنة الخط النهاية، والتوقيت الزمني، التوقيت الزمني لروعة لمحمد بن فهيد بن بيشان
العجمي شاهدتم معنا مشاهدينا الكرام وصف الروعه الى خط النهايه، والتوقيت الزمني 8:20 وجزء من الثانيه. تهانينا لمحمد بن فهد بن بيشان العجمي على فوز روعه في المركز الاول. والمركز الثاني الجازي للسيد، التوقيت الزمني 8:20:17 بفوز الجازي للسيد سعيد بوشقلة المري. والمركز الثالث، المركز الثالث لحظات وصول صاحبة المركز الثالث العبور، وحصلت توقيت الزمن 8:23:24 اتجاه اللي وصلت في المركز الثالث، وللسيد علي بن حمد بن عريج المري. تهانينا للفائزين الذين اندفعوا بهذا الشوط وشاهدتم هذه الاندفاع القوية والمستمرة وشعارات ابناء القبائل. وايضا اتمنى من كل قلبي اني اتوفق بهذه الاذاعه، واحيل المايك الى زميلي المبدع واذاعه المتميزه، اتمنى له التوفيق، بريك بن شافي الهادري، فكون مع هذه الاذاعه. من الصبابة جماهيرنا الكريم، يا السلام يا السلام يا السلام يا السعدي عيني.